أشاد وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد ناصر الجبري اليوم بجهود منتسبي وزارة الإعلام من خلال نقلهم الصورة الحية أثناء الظروف الجوية غير المستقرة التي مرت بها البلاد خلال الأيام الماضية. وأكد الجبري خلال لقائه قياديي ومنتسبي الوزارة اليوم للثناء على جهودهم، أكد بأن العاملين بوزارة الإعلام شكلوا مثال لتحمل المسؤولية الكاملة والعمل من خلال قيم الولاء والانتماء الوطني. جهود جبارة وواضحة قام بها منتسبو وزارة الإعلام خلال تغطيتهم للصورة والظروف الجوية التي شهدتها البلاد في الأيام الماضية. هذا ما أكده وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد ناصر الجبري خلال لقائه مع قياديي ومنتسبي وزارة الإعلام للإثناء على جهودهم. فلم أجد أغلى من هذا الوشاح اللي يحمل علم الكويت أن تكرمون فيه، للإعراب عن خالص التقدير وعظيم الامتنان لجهودكم المتميزة في القيام بتغطية إعلامية متفردة وكانت نموذجا للعمل الإعلامي بكل المهنية والاحترافية، ونقلتم الصورة الحقيقية كاملة للمشاهدين والمستمعين داخل وخارج دولة الكويت بكل صدق وشفافية لما مرت به كويتنا الغالية من موجة أمطار غير مسبوقة، وضربتم مثالا لتحمل كامل المسؤولية الوطنية في العمل الإعلامي كانت محل تقدير القيادة السياسية العليا وفي مقدمتها حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس وزراء حفظهم الله ورعاهم. الوزير الجبري أكد أن موظفي الوزارة شكلوا مثالا لتحمل كامل المسؤولية الوطنية في العمل الإعلامي. إن القيام بعملية بث مباشر عبر تلفزيون وإذاعة دولة الكويت في كافة ربوع وطننا الحبيب في ظل الظروف المناخية الطارئة التي مرت بدولة الكويت يمثل عنوانا على قدرة الكوادر الإعلامية الوطنية للقيام بالمهام الموكولة إليها على أكمل وجه. لم يكن بالشيء السهل أو اليسير لولا تضافر الجهود بين كافة قطاعات الوزارة تنسيقا وتعاونا تنفيذا لخطة طوارئ محكمة تم إعدادها مسبقا. حرصتم خلالها على بذل أقصى الجهد وإبراز قدرة وتميز الإعلام الكويتي على التعامل مع كافة الحالات الطارئة مما كان له عظيم الأثر على الصورة الذهنية عن الإعلام الكويتي الذي كان صانعا للخبر خلال تلك الفترة ونقلت عنه وسائل الإعلام الإقليمية والدولية. الإخلاص وقيم معاني الانتماء والولاء الوطني جسدوه العاملون بوزارة الإعلام، وذلك من خلال نقل للصورة الحية للأحداث أول بأول، وهو ما انعكس على رضا وتقدير الشارع الكويتي. رسالة شكر وامتنان وعرفان تقدمها وزارة الإعلام لمنتسبيها الذين أثبتوا كفاءتهم خلال الطوارئ والأزمات. يوسف صفر، تلفزيون دولة الكويت.